بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سلام الله عليكم أحبابي في الله في هذا الدرس الجديد على قناتكم حوحل 981 فولي 2، وهذا فيديو آخر نقوم بتحضير فيه يعني مجموعة من الإخوة الكرام. وأيضا إذا كنت تريد استعمال يعني هذه الطريقة في مراقبة أي شخص ويعني تسجيل الفيديو الخاص به، فهناك تطبيق يدعى تراك فيو. هذا التطبيق خطير وخطير جدا، يسمح لك بفتح الكاميرا الخاصة بأي شخص يعني عن بعد، يعني باستعمال هاتفك أو حتى حاسوبك. فقد تريد مثلا مراقبة زوجتك أو ابنك يريد الذهاب إلى مكان معين، فتستطيع تشغيل كاميرا هاتفه من هاتفك أنت شخصيا أو من حاسوبك فقط باستعمال هذا التطبيق، الذي بالمناسبة أريد التحذير منه، يعني مراقبة دائما هاتفك إذا كان متواجد فيه، فقد يسجل أي شخص يعني ويراقبك عن بعد وأنت لا تعلم ذلك. أذكر بأنه يحدد مكانك، يسجل يعني صوتك، يسجل أيضا فيديو مباشرة أو يفتح الكاميرا مباشرة أحبابي في الله ويشاهد ما تفعله بشكل مباشر. بالتالي حذر جدا من هذا التطبيق. كما ذكرت يدعى تراك فيو، موجودة نسخة له في البلاي ستور، نسخة مدفوعة ونسخة مجانية. يمكن لك استعمال النسخة المجانية التي تعطيك مثلا تسجيل الفيديو وبعض الإعدادات فقط البسيطة، والنسخة المدفوعة تعطيك يعني خيارات أخرى أحبابي في الله. طبعا بعد تحميل وتثبيت التطبيق سوف تفتح وسوف يطلب منك تسجيل الدخول ببريدك الجيميل الخاص بك، هذا إذا كنت تريد يعني مراقبة طفلك أو مراقبة شخص آخر. وبالتالي سوف تقوم بتسجيل الدخول بنفس حساب بريد الجيميل الذي تستعمله، ثم سوف يتم تسجيل الدخول كما سوف تشاهدون. هذا هو اسم الهاتف، ثم هنا يعني ظهر يعني البريد الإلكتروني الخاص بأحبابي في الله الذي تسجلت به. ثم سوف تذهب الحين إلى الهاتف الخاص بك الحين في هذه الحالة الذي سوف تستعمله لمراقبة وفتح الكاميرا الخاصة بهذا الهاتف الآخر. فلاحظوا معي ما الذي سوف يحدث. سوف نقوم بتثبيت التطبيق ثم فتحه، ثم سوف يطلب منك العادة بنفس يعني الشيء الذي طلبه منا في الهاتف الآخر تسجيل الدخول بحساب جيميل. سوف تستعمل نفس الحساب الجيميل الذي تسجلت به في ودخلت به يعني إلى التطبيق في الهاتف الأول. بالتالي سوف أستعمل أنا شخصيا نفس الحساب الجيميل، ثم كما سوف تشاهدون يظهر لي هذا اسم الهاتف الخاص بي الذي هو لينوفو هذا، ثم الهاتف الآخر هو الهاتف الذي قمنا بتثبيت فيه التطبيق كما سوف تشاهدون أحبابي في الله. هذا هو الهاتف، ظهر لي لينوفو لأن قمنا بتسجيل كما ذكرت الدخول إلى الهاتف الآخر بنفس الحساب جيميل. فيمكن لك يعني صراحة مراقبة وفتح الكاميرا الخاصة بهواتف أخرى بمجرد تثبيت التطبيق والدخول بنفس حساب الجيميل. فلاحظوا معي الحين يعني سوف أقوم بالخروج من التطبيق من هذا الهاتف الذي أريد مراقبته، ولنفرض أن ابني أو زوجتي أخذته معه، أو يعني حذاري كما ذكرت قد يقوم بتثبيت شخص معين على هاتفك بالتالي سوف يراقبك. فلنفرض ذهب إلى مكان معين، ففقط أدخل إلى التطبيق من هاتفي أنا شخصيا، ثم أحدد يعني الهاتف الذي ثبت عليه الهاتف وأقوم بالضغط هنا إذا كنت أريد يعني معرفة يعني أو إذا كنت أريد يعني تسجيل الفيديو أحبابي في الله. فلو ضغطت هنا كما سوف تشاهدون الحين سوف تظهر لي كما سوف تشاهدون الفيديو يقوم بتسجيله. فلاحظوا معي سوف أقوم بتوجيه الهاتف الآخر إلى يعني الشارع كما سوف تشاهدون. هذا هو الحين يعني الهاتف الآخر، هذه الكاميرا التي تشاهدها في الهاتف الآخر كما سوف تشاهدون أحبابي في الله. فلو ذهب إلى مكان معين هذا الشخص فأستطيع يعني مشاهدة الأشياء التي يقوم بها وأفتح الكاميرا الخاصة به بشكل مباشر. فلاحظوا معي الحين هذا الهاتف فلا تصدر منه أي إشاعة أي إشارة عفوا يعني في الكاميرا كما سوف تشاهدون، فلا وجود لي أي إشارة. بالتالي فأنا الحين يعني أراقب وأعرف يعني الأماكن التي يذهب إليها وسجل الفيديو الخاص به يعني بدون أن يشعر بذلك. فبالتالي هذا تطبيق خطير كما سوف تشاهدون حين وضعت يعني الكاميرا على الطاولة، بالتالي لا يظهر أي شيء. ثم يتوفر أيضا على إعدادات أخرى كتحديد مكان هذا الشخص بالضغط يعني فقط على زر الخاص بالجي بي اس، وسوف يظهر لك يعني المكان هذا إذا قام بفتح يعني كما سوف تشاهد إذا قام بفتح يعني جي بي اس، وأيضا تسجيل صوته يعني أتي التسجيل الصوت يكون إذا كنت تريد طويل يعني فعليك تحميل يعني النسخة المدفوعة.
النسخة المدفوعة يعني والنسخة المجانية، تعطيك هذه الخيارات أحباب في الله. من هذه القائمة يمكن لك تغيير بعض الإعدادات التي تراها مناسبة أحباب في الله. بالتالي هذا تطبيق خطير أحذركم منه، يجب عليك مشاهدة دائما هاتفك إذا كان مثبت فيه أو لا، ويصلح أيضا كما ذكرت إذا كان لديك زوجة أو طفل وتريد فتح الكاميرا الخاصة به وهو موجود في مكان معين ومراقبة الأماكن التي يذهب إليها وأفعاله إلى غير ذلك. أتمنى الدرس قد أفادكم حتى لا يكون طويلا. لا تنسى الضغط على اللايك وزيارتنا على موقعنا دول فيديو دول بونت إلى 5.com، والإيميل لصفحتنا على فيسبوك facebook.com/عارف984. أيضا لا تنسى الاشتراك في قناتي حتى يصلك دائما جديد الفيديوهات. هذا فيديو تحذيري، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.